هاي واتشيز، ان يونغ، ويلكم باك اور ويلكم تو ماي شانل اف يو ار نيو. نفسكم تتعلموا لغه ومش عارفين تتعلموها ازاي او ايه هي اصلا المصادر، حاسين كده ان انتوا تايهين بس نفسكم تتعلموا لغه، اتفرجوا على الفيديو ده. هنبدا سلسله الفيديوهات دي هقول لكم ازاي تتعلموا لغات عامه مهما كانت اللغه. فانا النهارده مش هحدد لغه معينه، ولكن ان شاء الله هعمل لكم سلسله هكلمكم عن لغه ازاي تتعلموها بالتفاصيل. هقول لكم انجلش، اسباني، كوري، الماني، كل اللغات اللي انا اتعلمتها وعرفتها، فلا تقلقوا. بس النهارده هكلمكم عامه ازاي تتعلموا اي لغه انتوا نفسكم فيها، ايه هي المصادر، المفروض تعملوا ايه عشان تجهزوا نفسكم ان انتوا تتعلموا لغه. طبعا كل النصايح اللي هديها لكم النهارده دي اوت اوف اكسبيرينس، لان انا بقالي تقريبا اكتر من 7 سنين بتعلم لغات. في الكليه كان تخصصي لغات وترجمه، وتعلمت الاسباني والالماني، فده كان تخصصي، فشفت كتير بصراحه وشفت مصادر كتيره، فانا بقول لكم عن خبره. وقبل كمان الكليه حتى زمان كنت يعني هوايه عندي ان انا اتعلم لغات، فخلاص بقى من خبره شفت حاجات كتير. فانا عشان كده عايزه اجيب لكم الملخص المفيد في الفيديو ده عن ازاي تتعلموا اي لغه. اول حاجه عايزين نبتديها في فيديو النهارده مش المصادر، مش اي حاجه، في حاجه بس مهمه الاول لازم تعملوها، سؤال كده بسيط قوي تسالوه لنفسكم، اللي هو انتوا عايزين تتعلموا اللغه دي ليه؟ ايا كانت اللغه دي كانت ايه، لازم تسالوا نفسكم السؤال ده، اللي هو انا ليه عايزه اتعلم اللغه دي. طب ليه فرح السؤال ده مهم؟ اول حاجه الناس بتفتكر انه تعلم اللغه موضوع سهل. هو الموضوع مش سهل ولكنه ممتع جدا، لو انت شخص بتحب تتعلم لغات. فليه انا بسال نفسي السؤال ده؟ زي ما قلت لكم، لانه البروسيس او الرحله في تعلم اللغه الموضوع مش بيبقى سهل، ولكن لما تسال نفسك السؤال ده اجابه السؤال ده هتكون هي الحافز انك تكمل تعلم اللغه دي. فايا كان بقى سببك، عايز تسافر بلد معينه وبتتكلم لغه مختلفه فانت بتتعلم اللغه دي عشانها، حابب تتعلمها كهوايه يعني فور فن، فده برده هيبقى الدافع بالنسبه لك. عايز تشتغل باللغه دي فبرده ده هيبقى دافع. المهم ان اجابه السؤال ده اللي هو انت ليه تتعلم اللغه دي، هو ده الدافع الوحيد ليك في رحله تعلم اللغات. لان زي ما قلت لكم الموضوع في الاول بيبتدي سهل، لان احنا بنتعلم حاجات بسيطه، الارقام، الحروف وهكذا، بعد كده الموضوع بيصعب، وممكن في نص المشوار تمله، لان بصراحه الموضوع بيبقى ممل شويه في النص. ولكن زي ما قلت لكم الدافع الوحيد هيبقى اجابتكم، اللي هو انتوا ليه بتتعلموا اللغه دي. وحابه بس اجاوب سريعا عن سؤال بيتسالني كتير، اللي هو فرح لغه كذا اسهل من كذا. يعني مثلا في ناس تقول لي فرح الاسباني سهل ولا صعب، الماني سهل ولا صعب، الانجليش سهل ولا صعب. حابه اقول لكم انه مفيش لغه سهله او لغه صعبه، الموضوع كله بيبقى في انت حابب اللغه دي ولا لا. عايز اقول لكم في ناس كتيره لما انا جيت اتعلم الماني بيقعدوا يقولوا لي الالماني ده صعب تقيل، وهم عندهم حق، ولكن انا استمتعت بتعلم الالماني. فهي دي الفكره، انه انت حبك للغه ده اللي بيسهل الموضوع، ولكن مفيش حاجه اسمها لغه سهله ولغه صعبه. اوكي خلاص عرفتوا اجابه السؤال ليه انتوا بتتعلموا اللغه دي. عايزين بقى نبتدي نتكلم عن المصادر، ازاي تدوروا اصلا عن ان انتوا تتعلموا لغه بنفسكم. احنا هنبتدي الاول ان احنا بنتعلم اللغه مع نفسنا في البيت مش في سنتر او كده. فراح اقول لكم شويه مصادر وانتوا تجربوا كلهم وتشوفوا ايه اللي هيريحكم، لانه بتفرق من شخص لشخص في موضوع تعلم اللغه وايه اللي هيريحنا وايه لا. اول مصدر تقدروا تتعلموا منه لغه وهو اسهل مصدر في الحياه وهو يوتيوب. بجد يا جماعه انتوا مش متخيلين قد ايه يوتيوب سهل في تعلم لغه. انا اتعلمت مثلا كوري من اليوتيوب، بجد الموضوع سهل جدا مش صعب. كل اللي انتوا هتعملوه ان انتوا هتكتبوا في يوتيوب باي لغه انتوا عايزينها، how to learn مثلا Spanish، how to learn English، او بالعربي كيف اتعلم لغه كذا كذا كذا، هتلاقوا كده قنوات يوتيوب طلعت لكم. الناس دي بتعلم اللغات دي ببلاش، انتوا متخيلين ان انتوا تتعلموا لغه ببلاش؟ بجد يا جماعه الموضوع ده ليه فوائد كتيره جدا هبقول لكم عليها، ولكن ببساطه ممكن تفتحوا يوتيوب وتتعلموا اللغه دي من هناك. زي ما قلت هيطلع لكم قنوات كتيره، افتحوا كل القنوات واتفرجوا، لانه انا في ناس برتاح معاها وناس مش برتاح معاها، فبالتالي لازم في كل لغه انتوا عايزين تتعلموها تفتحوا القنوات اللي هتطلع لكم وتتفرجوا وتشوفوا هترتاحوا مع مين. وفي ناس ساعات بتتخيل الموضوع ده عائق شويه، لانه معظم الناس اللي بتعلم لغات بيتكلموا انجليش، بس الموضوع ده مش صح. اللي انا اتعلمت معاه كوري كان واحد كوري بيتكلم عربي، فانا اتعلمت كوري بالعربي، يعني كوري عربي، عربي كوري، مش كوري انجليش. فالدنيا مش زي ما انتم متخيلين، هو بس الموضوع محتاج سيرش شوية. يعني افتحوا يوتيوب وقعدوا دوروا، اكتبوا اسامي القنوات اللي عجبتكم عشان يبقى قدامكم الناس اللي انتوا هتتعلموا اللغة منها. تاني مصدر تقدروا تتعلموا منه اي لغه، وهو برضو مصدر شائع جدا ولكن انا كفرح مش بفضله، وهو الابلكيشنز او البرامج اللي موجوده عندنا على الموبايل، على اي او اس او جوجل بلاي او كل الحاجات دي. في ابلكيشنز كتيره، اشهر ابلكيشن كل الناس بتتعلم من عليه وهو دولينجو. دولينجو حلو صراحه، بس انا هقول لكم حاجه من خبرتي
من تعلم لغات كتير وكده. الابليكيشنز او البرامج اللي بتبقى موجوده على الموبايل دي مش بتبقى اكيوريت 100% زي شخص بيعلم على يوتيوب. البرامج دي بتبقى مبرمجه شويه فالموضوع فيها مش بيبقى صح 100%. فانا يعني برشح لكم لو هتتعلموا بالبرامج دي تكون بس ان انتوا بتسمعوا مش دراسه يعني ظابطه 100%، لان هما بصراحه مش اكيوريت قوي، ولكن بصراحه هما بيعلموا حلو. بس يعني ممكن تتعلموا منهم البيسكس اللي هو الحروف، الارقام، النحو اللي هو في الاول، الجرامر اللي هو في الاول، ولكن حاجه اساسيه وده بس اللي تعتمدوا عليه فلا. ممكن تاخدوه كحاجه تتعلموا عليها في الجنب، يعني مثلا انتوا عندكم حاجه اساسيه بتتعلموا منها، مثلا خلينا نقول يوتيوب زي ما قلنا، وكمان حاجه اضافيه بننزل بقى الابلكيشنز دي ونشتغل عليها ونحل منها ونسمع منها وهكذا. ماشي اوكي، حاجه حلوه جانبيه ولكن مش اساسيه. ثالث حاجه ودي اللي انا كنت بعملها في تعلم اللغه الكوريه، الويب سايتس. فتحت جوجل وكتبت عايزه اتعلم اللغه الكوريه، حرفين يا جماعه انا كتبت كده فطلع لي ويب سايتس، ناس بتعلم كوري في ويب سايتس بقى مش يوتيوب او كده. والموضوع كان بروفيشنال جدا، كان ويب سايت اسمه Talk to me in Korean، كان كوري وكوريه بيتكلموا كوري بس كان كوري انجلش بصراحه، وكانوا بيعلمونا كوري بالصوت وفي تحت كده PDF نقعد نحل منه، حاجه يعني بروفيشنال جدا. انتوا برده ممكن تلاقوا نفس الحاجه ولكن بلغات تانية، برده اسباني، كان في تقريبا حاجه اسمها Spanish Pod، حاجه كده برده ويب سايت فيه حلول وتقعدوا تحلوا، كان حاجه بجد ممتازه. فدوروا برده على جوجل لان هتلاقوا ويب سايتس حلوه قوي وبتبقى بروفيشنال اكتر، لانه بيحطوا كتب وبيحطوا مصادر تقدروا تحلوا بقى فيها وبراكتس وكده، فالموضوع بيبقى بروفيشنال قوي. دي كلها مصادر مجانيه تقدروا تتعلموا منها لغات. بصراحه الموضوع ده حلو قوي لانه بينمي عندكم كده مواهب بجد يا جماعه، اللغات دي انتوا تقدروا تشتغلوا بيها تسافروا بيها، فهي بجد حاجه مهمه جدا. حتى في الشغل بيطلبوا الناس اللي معاهم لغات كتيره، فالموضوع ده حتى لو هو مش يعني هوايه او كده، او حتى لو هوايه، الموضوع ده هيفيدكم جدا في المستقبل صدقوني، ان انتوا تبقوا عارفين كذا لغه. فحتى خدوه في الاول كهوايه وتعلموا، الموضوع هيبقى ممتع جدا. زي ما قلت لكم كل المصادر اللي قلناها دي مصادر مجانيه. المصادر بقى اللي مش مجانيه وشخصيا انا بشوفها تريحا لكل المجهود وان احنا نقعد ندور وكده، ان انتوا تروحوا تاخدوا كورسات وخلاص. ليه؟ اولا انا بفضل موضوع الكورسات، اولا لانه بيبقى في حد فوق دماغنا. انا مشكلتي ان انا لما باجي اتعلم لغه في البيت بكسل، يعني انا حاليا رجعت تاني ان انا اتعلم كوري في البيت، ولكن بصراحه مش بتعلم بالعزيمه اللي هي كنت بتعلمها لو انا مثلا في كورس او كده. كورس اولا بيبقى عندنا مدرس بيفضل فوق دماغنا، بيدونا بقى واجب وساعات بيكون في امتحانات ومش عارف ايه، فالموضوع بجد بيبقى جاد، وبتلاقي نفسك اولا بتتعلم اسرع من ما انت بتتعلم في البيت، بتحل كتير، بتعمل براكتس كتير، بتتدرب كتير، فبالتالي انت بتحسن اللغه بتاعتك بسرعه جدا عن ما انت هتدرس في البيت. فبصراحه لو انتوا واخدين الموضوع هوايه فخلاص ذاكروا مع نفسكم في البيت مفيش مشكله، لكن لو انتوا واخدين الموضوع بجديه عايزين تسافروا عايزين تشتغلوا باللغه دي، فبصراحه ارشح لكم ان انتوا تروحوا تاخدوا كورس في سنترز، بتدوروا برده على جوجل مابس بقى وكده، تكتبوا مثلا كورس لتعلم لغه كذا، او على فيسبوك او كده، وبتشوفوا السنترز اللي موجوده، وحاولوا تدوروا كمان في السفارات، لان في السفارات بتاعت البلاد دي بيعلموا. يعني احنا هنا مثلا في اسكندريه السفاره الاسبانيه اللي هي القنصليه الاسبانيه مش السفاره، القنصليه الاسبانيه بيعلم اسباني، فدي حاجه بتبقى بروفيشنال جدا، تقدروا تاخدوا شهادات، والشهادات دي اللي بتقدروا تشتغلوا بيها وتسافروا بيها. فلو انتوا عايزين بجد الموضوع جد فبصراحه ادفعوا فلوس مش مشكله، على الاقل هتاخدوا حاجه ان ريتيرن، هتبقى الشهادات وكده، وهتتعلموا اسرع. هي دي الفكره، في البيت بنتعلم بالراحه على مزاجنا على هوانا وبتاع، لكن في الكورسات الموضوع بيبقى سيريس، بتمتحنوا، فالموضوع بيبقى بسرعه شويه. حاجه برده هي مش مجانيه ولكن هو مصدر برده بشوف ناس كثيره بتعمله، بصراحه هو مصدر حلو جدا برده، ان احنا بنروح المكاتب اللي هي بتبقى كبيره ويبقى عندهم حاجات انترناشنال، بتبقى كتب كده، برده بتخشوا المكتبه وبتسالوهم انا عايزه اتعلم لغه كذا، عندكم كتب ايه لتعلم اللغه دي؟ وعلى فكره الموضوع ده موجود في مصر كتير، في مكاتب كتيره قوي عندها الموضوع ده، بس برده دوروا في جوجل، لاني انا حقيقي مش عارفه اسامي المكاتب، ولكن هي بتبقى مكاتب كبيره كده معروفه، بيبقى عندهم كتب، فانتوا بتاخدوا الكتب دي وبتتعلموا انتوا برده مع نفسكم في البيت من الكتب دي، فهو مش مصدر مجاني، ولكن بصراحه الكتب دي بتبقى مفيده لان بيبقى فيها برده زي ما انا قلت ان انتوا تحلوا وتعملوا براكتس. خدوا بالكم موضوع ان انتوا تحلوا وتعملوا براكتس، او ان انتوا تواظبوا ان انتوا تمارسوا في اللغه، الموضوع ده مهم جدا برده. فالكتب بيبقى حلو فيها الموضوع ده ان انتوا في تقعدوا تكتبوا وتحلوا، برده الكتابه دي مهمه، فالكتب هو مش مصدر مجاني ولكن مصدر مفيد جدا وبجد بينفع. حاجه بقى ممتعه هقول لكم تعملوها، دي تريكه كده انا كنت بعملها عشان امارس اللغه، بصراحه بتبقى من امتع الطرق اللي انتوا تقدروا تمارسوا بيها اللغه. خلاص انتوا اخدتوا بقى اي مصدر انا قلته، اذا كان يوتيوب، اخدتوا كورسات ايا كان هو ايه وارتحتوا فيه وماشيين ان انتوا خلاص
بتتعلموا اللغة. هنعمل ايه بقى عشان نمارس اللغة بطريقة ممتعة؟ المسلسلات والاغاني. الموضوع ده بجد مفيد جدا. انا اصلا نص تعلمي للغة الكورية من المسلسلات الكورية. السمع مهم جدا، فهو ده الموضوع المهم، ان احنا نسمع مسلسلات او نسمع اغاني، ومش بس نسمعهم، احنا هنسمعهم او هنتفرج على المسلسلات بهدف التعلم. فاحنا مثلا المسلسل بيبقى شغال قدامي، ببقى مركزة في الكلام اللي بيتقال، بسمع كتير، بشوف ايه اكتر كلمات بتتكرر، ببدأ اكتبها وادور عليها عشان اكتبها باللغة المعينة اللي عندي وبلغة الام بتاعتي، وابدأ اتعلم. مش بيبقى اللي هو بس غرض ان انا بتفرج على مسلسل او كده بس، يعني لو انتوا فعلا واخدين الموضوع بجدية زي ما انا قلت، فانتوا اتفرجوا على المسلسل بغرض ان احنا نتعلم، وفي نفس الوقت الموضوع بيبقى ممتع لان احنا بنتفرج على مسلسل، فالموضوع بيبقى ممتع. وبنبدأ بقى نبص برضو على الترجمة، فبنتعلم بطريقة اسرع، وكمان بنتعلم طريقة النطق بتاعت اللغة دي. فمثلا انا دلوقتي بتفرج على مسلسل اسباني، مهم جدا اني اسمع هما بيتكلموا اسباني ازاي، لان انا نطقي اكيد هيبقى مختلف عنهم، ولكن ازاي احول نطقي انا زي نطقهم ان انا اسمع مسلسلات واتفرج على مسلسلات واسمع اغاني. لان برضو في الانجليش كتير بتسالوني فرح انت ازاي النطق بتاعك حلو في الانجليش. الموضوع كله ان انتوا تسمعوا اجانب وهما بيتكلموا، لازم احاول اقلد طريقه كلامهم على قد ما اقدر عشان ابين ان انا بيرفكت في اللغه. هو طبعا مفيش حاجه اسمها بيرفكت في اللغه لانه اللغه موضوع كبير قوي، ولكن عشان نحسن النطق عندنا، لان في غلطه كتير مننا بنعملها لما بنيجي نتعلم لغه، نهتم ان احنا نتعلم اللغه من ناحيه الكتابه، من ناحيه النحو والجرامر وكده، ولكن بننسى خالص موضوع النطق. بالذات لو انت كشخص هتشتغل باللغه دي او هتسافر البلد دي، فموضوع النطق ده حاجه مهمه جدا واساسيه. فاللي هيحسن موضوع النطق ده ان انتوا تتفرجوا على مسلسلات وتسمعوا اغاني. وفي تيب مهمه جدا عايزه اقولها لكم، لما تيجوا تتفرجوا على مسلسلات، بالذات المسلسلات وانتوا لسه مبتدئين في اللغه دي، بجانب المسلسلات اللي هي الاساسيه، حاولوا تتفرجوا على مسلسلات الاطفال. ليه انا بقول لكم كده؟ الموضوع ده كان بيفيدني جدا بالذات في الاسباني لما بدات اتعلمه، ان انا اول ما باجي اتعلم لغه الفوكابولري او الكلام اللي عندي بيكون بسيط جدا، بتبقى الوان، حيوانات، مش عارفه ايه، فبالتالي انا عايزه اكبر حصيله الكلام اللي عندي بطريقه يعني تدريجيه، مش اللي هو انا ببقى بتعلم حاجات بسيطه جدا، ارقام وحروف، واروح اتفرج على مسلسل بيبقى كلامه مجعلص، هما بيتكلموا بسرعه، فالموضوع بالنسبه لكم هيبقى فيه خضه. فعشان تتجنبوا الموضوع ده، اتفرجوا على مسلسلات الاطفال، الكلام فيها بيبقى حلو قوي لانه بيتكلموا كده بطريقه معينه. انت كواحد بتتعلم اللغه دي هتحس الموضوع لا حلو وممتع. بيبقى برضو كلام بالنسبه للناس اللي بتتعلم لغه جديد مهم، لانه زي ما قلت بيبقى كلام بسيط، بيبقى كلام اساسي، لان هما بيعلموا الاطفال، واحنا لما بنبتدي نتعلم لغه بنبقى زينا زي الاطفال، بنتعلم حاجات من الاول خالص، فبالتالي هنتعامل المعامله دي. كل الحاجات اللي هنسمعها في مسلسلات الاطفال دي بتبقى كلمات كلها مهمه وحاجات اساسيه لازم انت كشخص بتتعلم لغه تبقى عارفها. فحاولوا تعملوا ميكس ما بين ده وده عشان ما تزهقوش برده، لان اكيد مسلسلات الاطفال يعني انا شخصيا بحبها، بس ممكن ناس تعتقد ان هي يعني ممله شويه او هو ايه اللي انا بتفرج عليه ده، ولكن زي ما قلت احنا الغرض بتاعنا ان احنا نتعلم، فبجد المسلسلات بتاعه الاطفال دي هتفيدكم جدا جدا جدا. حاجه بقى مهمه جدا لازم اقول لكم عنها، اتعلمتها بالطريقه الصعبه في الكليه بتاعتي، انه انا قعدت 4 سنين في الكليه بتعلم اسباني. غلطه عملتها ان انا ما كنتش بعمل براكتس للغه، مش براكتس حل، لا يا جماعه، براكتس ان انا اتكلم اللغه دي. الموضوع ده مهم جدا جدا جدا، لان انا قعدت مثلا 2 أو 3 سنين في الكليه، انا شاطره جدا في الكتابه بقى وفي الحل وكل حاجه، حد اسباني يجي يقف قدامي ويكلمني اسباني انا فاهماه كويس جدا، بس انا كفرح مش عارفه ارد عليه. وعلى فكره دي مشكله كبيره جدا، زي ما قلت او هتشتغلوا باللغه دي او هتسافروا البلد دي، بجد موضوع كان مشكله قوي، لانه انا دلوقتي بتعلم على كتب وبقعد احل، فتحسوا ان الموضوع سهل جدا، لكن فعليا في الحقيقه لما يجي حد يقف قدامكم ويكلمكم اللغه اللي انتوا بتتعلموها دي، هيبقى في خوف رهيب، انتوا مش عارفين تنطقوا، مش عارفين تتكلموا. ليه؟ لان انتوا اصلا في البيت ما كنتوش بتتكلموا مع نفسكم اللغه دي، او ما كنتوش بتتكلموا مع حد، فبالتالي لما حد يجي يكلمكم اللغه الغريبه دي انتوا بتبقوا فاهمين كويس قوي تمام، لكن انا بقى مش عارفه ارد عليه. فدي حاجه مهمه جدا، تعملوا بقى براكتس مع ناس بتتكلم اللغه دي. في ابلكيشنز كتيره، بس انا بصراحه مش هرجح خالص الابلكيشنز دي، بتطلع كلها فيك في الاخر، فاحسن يا اما شخص تعرفوه بيعرف يتكلم اللغه دي يقعد يتكلم معاكوا اللغه، او ببساطه تقعدوا تتكلموا نفسكم، اعملوا كده دايلوج مع نفسكم، اتكلموا يعني اسالوا وجاوبوا على نفسكم.
نفسكم بحيث ان يكون في كلام بيحصل، لانه انتوا لو ما تكلمتوش اللغه بصوت عالي هتيجوا حد يقف قدامكم مثلا اسباني وانتوا بتتعلموا لغه اسبانيه هيقول لكم مثلا اولا كومستاس، مش هتعرفوا تردوا، هتبقوا اللي هو انا فاهماك بس انا مش عارفه ارد. الموضوع بيبقى بجد كده، بجد لازم تاخدوا الموضوع دي كنوت مهمه جدا، الكلام، لان انا اطلع اللغه كل اللي انا بتعلمه ده بقى اطلعه اتكلم، اكسروا الموضوع ده. موضوع في الاول بيبقى فيه زي توتر او كده، بس لازم تتعودوا وتكسروا الحته دي. لما نيجي نتعلم لغه يا جماعه، ودي برضو غلطه ناس كتيره بتعملها، ان احنا بنتعلم اللغه بس، يعني بنتعلم حروف والارقام والكلمات والنحو كده بس، لكن حاجه مهمه جدا لازم تعملوها ان انتوا تتعلموا، ان يعني انتوا تثقفوا نفسكم في اللغه دي. يعني انا مش بتعلم بس الحروف والكلمات وكده، لا، لازم ادور على تاريخ البلد دي، اعرف عاداتهم وتقاليدهم، ثقافتهم، بيعملوا ايه، مش بيعملوا ايه، كل الحاجات دي. يعني لازم ناخد باك جراوند او معلومات عامه عن البلد دي، العاصمه بتاعتها ايه، كل الحاجات دي. الموضوع ده بيفرق معاكم جدا، اولا في المعلومات اللي انتوا تعرفوها عن البلد دي، ثانيا بتبداوا تحبوا البلد لان انتوا بتتعرفوا على حاجات كتير عن البلد دي. انا بس مش عارفه كلامكم كده، لا، انا عارفه معلومات عنكم، تاريخكم، ثقافتكم، العادات، كل الحاجات دي بجد يا جماعه حاجات مهمه جدا لازم تبقوا عارفينها لما تيجوا تتعلموا لغه، بالذات لو هتسافروا. لانه انا مش بتعلم لغه عشان اروح اتكلم بس، انا لازم لما اروح ابقى عارفه عاداتهم وتقاليدهم، بيعملوا ايه، في حاجات هناك ما ينفعش تتعمل، كل حاجه عن البلد حرفيا لازم تحاولوا تعملوا ريسيرش عنها، لان الموضوع ده كمان هيفرق معاكم في يعني فيكم انتوا، هتبقوا مثقفين اكتر من الاخر عن البلد دي. فالموضوع ده برضو من الحاجات المهمه. طبعا انا مش هكلمكم، بجد مش هكلمكم عن الاستمرارية يا جماعة. اللغة عايزة ممارسة كل يوم، حتى لو 5 دقايق، انا بجد مش بهزر يا جماعة، بس الموضوع ده يعني خدوه بقى نصيحة مهمة جدا مني ليكم. اللغة عبارة عن استمرارية، لو انتوا ما استمرتوش في ان انتوا تعملوا براكتس او ان انتوا تمارسوا اللغة دي كل يوم هتتنسى، بجد اللغة بتتنسى. يعني الموضوع ده حاجة معروفة، اسألوا اي حد دارس لغة قبل كده، للأسف اللغة بتتنسى، بالذات لو احنا لسه مش مستوانا عالي فيها. طيب يا فرح انا النهارده ما عنديش وقت، اسمعوا اغنيه، اتفرجوا على فيديو، المهم اللغه تخش دماغي كل يوم باي طريقه. زي ما قلت لكم هنتعلم 5 دقايق، نفتح بقى الابلكيشنز اللي هي دولينجو والحاجات دي، 5 دقايق كده بس نسمع اللغه. بجد الموضوع ده انا مش هقدر يعني اتك عليه قد ايه هو مهم. الاستمراريه حطوها حلقه في ودانكم، الاستمراريه بجد هي اساس اللغه. لو احنا جينا يوم يومين ثلاثه يعني ما عملناش براكتس للغه، اللغه هتتنسى بسهوله جدا، وهو ده عيب اللغه، ان احنا نقدر نتعلمها لمدة شهرين، نيجي نقطع مثلا اسبوع في النص هنرجع اللي هو ايه ده، هي اللغة دي كانت بتقول ايه. فدي بجد مشكلة في اللغة عامة، ان احنا بالذات في الاول، يعني لو احنا خلاص لا مستوانا عالي فيها فلا بصراحة ما بتتنساش يعني، بس في الاول الموضوع بيتنسى، فلازم الاستمرارية. وبس دي كده كانت كل المعلومات اللي عندي انا شخصيا، وطبعا في حاجات كتيرة تانية، فهي سلسلة كبيرة هنقعد نتكلم فيها عن موضوع اللغات، ازاي تتعلموا لغات. موضوع بجد ممتع جدا، بس زي ما قلت لكم هو اهم سؤال، انا ليه بتعلم اللغه دي؟ عشان بجد الموضوع ممتع وحلو جدا. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا بفيديو النهارده، لو استفدتوا ما تنسوش تعملوا لايك، سبسكرايب، كومنت، شير عشان يوصل لعدد اكبر من الناس. وقولوا لي حابين نبدا السلسله دي بلغه ايه، يعني ايه اكتر لغه عندكم مهمه اتكلم عنها. طبعا انا زي ما قلت لكم هكلمكم عن لغات كتيره، ولكن ايه اول لغه حابين ان انا ابدا بيها السلسله دي، واقول لكم ازاي تتعلموها بقى بالتفاصيل، واجيب لكم برامج وكل الحاجات. اكتبوا لي تحت في الكومنتس عشان نبدا في السلسلة دي. وبس كده، ده كان فيديو النهاردة، وهشوفكم في الفيديو الجاي. باي باي، أنيونغ.